موجز الأخبار على الحياة فام. الثامنة ليلا هنا من الحياة فام، أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. هنأ وزير الصحة علي مرابط خلال زيارته الفجرية التي أداها اليوم السبت لولاية المنستير الإطار الطبي والصحي بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير بعد إجراء عملية نوعية ومعقدة لاستئصال ورمم الكبد لفتاة تبلغ من العمر 6 سنوات، وتجدر إشارة إلى أن هذه العملية هي الأولى من نوعها في تونس أمنها الفريق الطبي والصحي لقسم جراحة الأطفال. كما أضاف الوزير بأن الوزارة تعمل على دعم تثمين العديد من الاختصاصات في زراعة الأعضاء في عدة جهات، وأضاف أنه سيتم انتداب عديد الأطباء الاختصاص خلال هذه السنة. أكثر التفاصيل في التسجيل التالية. نهني ومبارك ونثمن العمل اللي تم القيام به يوم أمس لنجاح العملية الجراحية لأول مرة في تونس بكفاءات تونسية. صحيح فما كوبيراسيون مع أوبيتال ميكير اللي هي قديمة، لكن هي نجاح لتونس ونجاح للطب التونسي. نشكر ونثمن عمل الأيادي التونسية الطبية وشبه الطبية والإدارية الكل اللي شاركت في العمل هذا. زراعة الأعضاء وبما فيها زراعة الكبد عند الكبار وعند الصغار هي منظومة الحمد لله اللي في تونس مقنة، اللي هو كسب كبير وعظيم لتونس، ماهيش مسيبة منذ أكثر من 15 سنة معتها مقنع على هذاك يتم زراعة الأعضاء. صحيح زراعة الكبد في الأطفال في قطب المنستير دونك ماشي فيها شيء، يلزم إرادة وكفاءات، والحمد لله تونس بلد الكفاءات، والتكوين التونسي اللي في أعلى مستوى هو جعل العديد من الدول، أنتم تعرفوا الشيء هذا ومش سر معتها، يستقطبهم خاطر التكوين الباهي هذاك. نعمل ما في جهدنا باش يبقاو هون في تونس، وشفتوا معايا معتها كفاءات شابة. وفي سياق آخر، وكالت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين المنعقدة اليوم السبت بمدينة الحمامات الجنوبية للمكتب التنفيذي الوطني والمجمع الوظيفة العمومية تحديد الأشكال النضالية التصعيدية الملائمة التي ستتخذها دفاعا عن مطالبها، وذلك وفق ما ذكره عضو الجامعة العامة للبلديين عبد الجبار بالطيب في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء. وأشار المصدر ذاته إلى إمكانية إقرار الإضراب كشكل نضالي للدفاع عن مطالب القطاع، لافتا إلى أن الهياكل النقابية المركزية ستصدر خلال الأسبوع القادم اللائحة التي ستحدد الشكل النضالي الذي ستتخذه الجامعة العامة للبلديين لنيل مطالبها. وأبرز بأن الهيئة الإدارية التي انعقدت برئاسة الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية محمد الشابي تأتي بعد تنفيذ الجامعة العامة للبلديين لإضرابين قطاعيين ومواصلة رئاسة الحكومة سياسة الهروب إلى الأمام والتنصل من تنفيذ الاتفاق الممضي يوم 6 فبراير وإصداره بالرائد الرسمية. وأضاف بأن هذا الاتفاق يتضمن 3 مطالب أساسية تتمثل في إصدار النظام الأساسي الخاص بالبلديين وإعادة توظيف العمل والأعوان حسب الشهادة العلمية والمنحة الخصوصية. وبين بأن الأشغال الهيئة تناولت كذلك جملة من المسائل والمطالب العالقة، منها تسوية وضعية أعوان الحظائر العاملين بالبلديات والمراجعة الفورية لمجلة الجامعات المحلية ومراجعة المدونة المهنية وإصدار الأمر الخاص بالكتاب العامين وتنظيم سلك الشرطة البيئية وتحديد مهامهم. أفاد مفتي الجمهورية التونسية في بلاغ له مساء اليوم السبت بأن مفتتح شهر رجب 1444 هجري هو يوم 23 من جانفي الجاري، وأضاف أن يوم غد 22 من جانفي هو تمام 30 من شهر جمادى الثانية سنة 44 و400 هجرية. نهاية العرض الإخباري الموجز، قدمه لكم نصر الدين حميدة، إلى اللقاء.